شارك اللواء أحمد محمد حامد محافظ السويس واللواء محمد رأفت الدش قائد الجيش الثالث الميداني. شاركوا في احتفالية المحافظة بالعام الهجري الجديد بمسجد بدر ببور توفيق. بدأت الاحتفالية بآيات من القرآن الكريم، بعدها تحدث مدير عام أوقاف السويس الدكتور إبراهيم جمعة عن الدروس المستفادة من الهجرة النبوية وعن أهمية تكاتف الشعب وفريضة التسامح بين المسلم وغير المسلم وحب الوطن والدفاع عنه مسؤولية الجميع.